ترنف وصفة اليوم محسن الحلويات من رافعة. اجيو تشوفوا معايا بهاد الخطوات البسيطة والسهلة كيفاش كيجيكم الكيك ديالكم هشيش وبسيط. جوج الخمارات مع 250 غرام ديال الدقيق، ضفنا عليهم راس معلقة من محسن الحلويات من رافعة، انه في كل كيلوغرام ديال الدقيق كنديروا معلقه، دونك هنايا درنا فقط راس معلقه. حركوا هذه المكونات الناشفه وخليوها على جنب. جيبوا بول اخر غديروا فيه ربعه البيضات، معلقه ديال السكر الفانيلا، سائل الفانيلا اختيار اللي كاين، نص ديال السكر السنيده، ومعلقه ديال الزيت ديال الحامض. حركوا المكونات ديالكم مزيان مزيان، كل ما حركتوها وارتفعت وضاعفت الكميه الكيك ديالنا كيجي هائل. غنضيفوا كاس ديال زيت المائده، ضيفوا كاس ديال عصير الليمون او البرتقال، وكاس ديال ياغورت الفانيلا. نحركوا المكونات ديالنا مزيان مزيان حتى يتضاعف معنا الحجم ديال هاد السوائل. وغادي نجيبوا واحد السر ثاني اللي هو راس ديال المعلقه ديال الخميره الفوريه، غندوبوها في شويه ديال الماء دافي وغنضيفوها على الخليطه ديالنا. اذا جربتوا هاد الاسرار كامله الكيك ديالكم غادي يجي منتفخ، والاهم من هذا هشيش وبنين. من بعد ما حركت المكونات ديالي وضاعف ليا الحجم ديالها، غنضيف دوك النواشف اللي صوبنا في الاول حتى نحصل على هذا الخليط. هذا المول ديالي كنكون وجدته من قبل، والسر ديال المول عطيته لكم في الفيديو السابق. حركوا المكونات مزيان وضيفوها في المول ديالكم هكا، وانتم كترفعوا يديكم باش داك الخليط كله كيهبط لينا. ديروها طيب على درجة حرارة 180 ديال 40 دقيقة حتى 45 دقيقة. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالي، محمر وبنين وغزال وهشيش ومنتفخ وغير رضيكم، خاصة الناس اللي كيحمقوا على الكيك اللي يجيهم هكا كبير. بالصحة والعافية، ما تنسوش تجربوا الوصفة وخليكم الراحة.